بونسوار. طقس متقلب ورطب نسبيا عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. التفاصيل اكثر عن طقس لبنان بنشوفها بعد فقره صوره وشمسيه. بموضوعنا لهالشهر هو الصور على البحر، اليوم مصتنا صوره من ادم. من بعد صوره ادم نروح هلا على الدول العربيه تنشوف كيف عم بيكون طقسها، وجولتنا بتبلش مع القاهره 33، تونس 37، الرباط 26 درجه، بغداد 42، دمشق 31، القدس 27 درجة، والختام مع الكويت 44، الدوحة والرياض 41 درجة. منوصل هلأ على طقس لبنان. بكرة جو العام عم بيكون بين غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وعم بيكون في عنا استقرار بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها ل 28 درجة، أما أدناها ل 18 درجة. الرطوبة عم بتسجل أقصاها 75%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 25 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم توصل اقصاها ل 22 درجة، اما بالداخل عم تتراوح بين ال 14 وال 28 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع عكار 25، طرابلس 27، الارز 21، الكورة 27 درجة، 26 بالهرمل، 25 بالقاع وببعلبك، 22 درجة برياق. منكمل عجبال 28، 23 بميروبا، 27 درجة بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة لل 27 درجة مع طقس غائم جزئيا إلى غائم. زحلة 27، شتورة 28، عنجر 27، مشغرة 28 درجة. ما شايفين عم بيكون في عنا استقرار بدرجات الحرارة، 26 بجزرين، 25 برشية، 28 بمرجعيون، 26 درجة بمنت جبال. وبختم جولتنا بلبنان مع بيت الدين 25، أما المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و 28 درجة. ما ذكرنا لبكرة عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. لبكرة الحرارة عم توصل أقصاها ل 27 درجة، أما أدناها ل 23 درجة. استقرار لنهار الأربعاء 27 درجة، أما بالنسبة لنهار الخميس عم ترتفع درجات الحرارة درجة واحدة، وعم بيكون في عنا طقس مشمس وصافي. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين 9 وال 21 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية. بعتولنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكن المفضل لاقونا عطول على المستقبل.